الدينار الليبي يرتفع بشكل طفيف أمام سلة العملات الرئيسة في السوق الموازية. أهلا بكم مشاهدينا هذه الفقرة الاقتصادية التي نستعرض فيها أسعار العملات وأسعار بعض الثمينة بالإضافة إلى أسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية. ونبدأ باستعراض لأسعار العملات، حيث يشهد الدينار الليبي ارتفاع طفيف لهذا اليوم أمام سلة العملات الرئيسة في السوق الموازية، بداية بسعر الدولار والذي انخفض قيمته إلى 5 دنانير و190 درهم، أما اليورو فقد انخفض إلى 5 دنانير و860 درهم، في حين انخفض الجنيه الاسترليني إلى 6 دنانير و470 درهم، والدينار التونسي انخفض إلى الدينار و680 درهم مقابل الدينار التونسي الواحد. بالانتقال إلى أسعار المعادن الثمينة، نلاحظ هنا انخفاض في معظم أصناف المعادن، بداية بالذهب عيار 24 والذي انخفض قيمته إلى 181 دينار للجرام الواحد، في حين انخفضت عيار 21 انخفض إلى 151 دينار، أما عيار 18 فقد انخفض إلى 145 دينار، والفضة انخفضت إلى الدينار و820 درهم للجرام الواحد. ننتقل إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية، نلاحظ أن استقرار نسبي في معظم أصناف السلع، بداية بسعر كيلو الكسكسي الذي يستقر عند 3 دنانير و500 درهم للكيلو الواحد، في حين تستقر المكرونة عند دينار و500 درهم لنصف الكيلو، وكيلو الأرز يحافظ على استقرار عند 4 دنانير و500 درهم، وزيت الذرة أيضا يستقر عند 5 دنانير و500 درهم للتر الواحد. وننوه أن هذه الأسعار بالنسبة للسلع تتفاوت بحسب نوعية وجودة السلعة. بالانتقال إلى أسعار اللحوم، ونلاحظ هنا انخفاض في كيلو الخروف إلى 37 دينار، بينما لحم البقر حافظ على استقرار عند 33 دينار للكيلو، وكيلو الإبل أيضا يستقر عند 34 دينار، في حين انخفض لحم الدجاج إلى 11 دينارا و250 درهم للكيلو الواحد. ننتقل إلى أسعار الخضروات، ونلاحظ هناك استقرار نسبي في معظم أصناف الخضروات بشكل عام، بداية بسعر كيلوي البصل والبطاطا حيث يستقر على نفس السعر عند دينار و500 درهم للكيلو الواحد لكل منهما، بينما كيلو الطماطم يستقر عند 3 دنانير و500 درهم، وكيلو الخيار يستقر ويحافظ على استقرار عند 4 دنانير و500 درهم أو يزيد ويقل أحيانا في بعض الأسواق. إذا ننوه أن هذه الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يبقى هذا التفاوت تفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات، إليك سميرة وباقي الزملاء.